أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، رافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف. والبداية من العناوين: في المدى الصحة تحذر من نقص الأجهزة الطبية، سنتعرض للكوارث مثل إيطاليا وبريطانيا. الشرق الأوسط، كورونا يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق. عنونت العرب اللندنية: إيران بؤرة لكورونا، السياسات الخاطئة تحصد الأرواح. جاء في الزمان: واشنطن هددت بغداد بإجراءات قاسية قبل تمديد إعفائها من العقوبات على إيران. في عربي 21، كورونا يجتاح أمريكا ب 100,000 مصاب، نصفهم في نيويورك. أما في القدس العربي، تحالف العامري يحذر رئيس العراقي من فقدان منصبه. نطالع في العربي الجديد: العراق بن زايد يهاتف الأسد لبحث تداعيات فيروس كورونا. قبل أيام ذكرت الجريدة الكويتية أن هناك فريضة احتمال وقوع انقلاب عسكري وشيك مدعوم أمريكيا في العراق. الجريدة الكويتية لم تأتي بجديد، لأن هذا المخطط هو من المخططات المتوقعة أو الدعايات المتداولة منذ سنين عدة، والذي يؤكد أن الإدارة الأمريكية تسعى لفرض حاكم عسكري بعد انزال قوات المارينز في قلب بغداد والمدن المهمة والكبرى الأخرى، ثم فرض حالة الطوارئ وإعلان تنصيب حاكم عسكري يقود البلد في مرحلة انتقالية ربما تؤسس لعملية سياسية جديدة. بشأن هذا الموضوع كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21: يمكن أن يكون مجرد الحديث عن انقلاب مناسبة لتوحيد صفوف القوى الشيعية المتناحرة الآن، وبالنتيجة ربما سيدخلون البلاد حينها في مرحلة تناحر دموية، وبالمحصلة سنكون أمام خطوة أو مرحلة تدميرية تقسيمية للبلاد والمجتمع على حد سواء. خيار الانقلاب وإن كان ممكنا، إلا أن المعطيات على أرض الواقع لا تدفعنا لترجيحه، وذلك بسبب عدم وجود رغبة أمريكية أو أوروبية جادة في بناء حكم عسكري إنقاذي في العراق. ثم حتى لو فرضنا إمكانية وقوع الانقلاب واستبعاد فكرة قائد أجنبي لحكم العراق في مرحلة الانقلاب، فمن هو القائد العسكري العراقي المؤهل لهذه المهمة الدقيقة والعسيرة؟ في تقديري ليس من السهولة تحديد شخصية وطنية عسكرية عراقية يمكن الاتفاق عليها في مرحلة الانقلاب المتوقع، والواقع أن فرض حاكم عسكري أجنبي أو عراقي بدعم خارجي لا يمكن أن ينهي إشكالية العراق، لأنها فكرة غير مقبولة لدى غالبية فئات الشعب والقوى المؤثرة. على الرغم من هذا الواقع الهش القابل ربما لفرضية الانقلاب، يظن الكاتب أن الحل الخارجي للقضية العراقية هو نوع من الهروب نحو الأمام، وهذا ما لا نرجوه بحسب رأي الكاتب، أن يفرض على العراقيين الذين يحلمون بحياة حرة كريمة بعيدا عن حكم العسكر الذي أثبتت التجارب المختلفة أن حكمهم يستند إلى السلاح ولا يفهم إلا لغة القتل والاعتقالات والضرب بقبضة حديدية. أحزاب الميليشيات الإيرانية تعمل لمنع وصول الزرف إلى رئاسة الوزراء، وعلى الرغم من انشغال العالم ودوله بتوفير القدرات اللازمة لمواجهة كارثة وباء كورونا، فإن نظام طهران غير المكترث بموت الملايين من الناس في بلاده أو العراق أو العالم، بل هو منشغل في مواجهة مشكلات نفوذه في العراق. هذا ما جاء في مقال الكاتب ماجد السامرائي. أحزاب الميليشيات الإيرانية قلقة من احتمالات فتح رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي الذي اختاره رئيس الجمهورية دون رضاهم لملف الميليشيات والحشد الشعبي، وأنه سيقوم إذا ما تم تمريره بالبرلمان وفق خطة هادئة بتفكيكها،
وهذا ما صرح به قبل يومين في اجتماعه مع سفراء الدول الخمس الكبرى ببغداد. لهذا استنفرت القيادات الشيعية وميليشياتها المسلحة إمكانياتها السياسية والإعلامية لمنع هذا التكليف باستحضار لنظرية المؤامرة الإيرانية وتسويقها بسذاجة لمنع وصول الزرفي إلى رئاسة الوزراء، متوهمين بأن شعب العراق هو أولئك القلة من البسطاء الذين لعبوا بعقولهم في تمرير الخرافات والطقوس المتخلفة. كان مطلوباً تفعيل كذبة الانقلاب العسكري في العراق وربطها بأحداث غير محلية لكي تبدو مقبولة، وشحنها بوسائل وأدوات إعلامية إيرانية ومحلية عبر موظفين إيرانيين يجيدون مهنة الكذب، توفرت لهم فرص المخاطبة الرأي العام العربي والعراقي في مناسبات مختلفة. فتم الدفع بالمدعو أمير موسوي وهو موظف علاقات صغير في الحرس الثوري الإيراني لنسج الكذبة بالتحضير لانقلاب عسكري أمريكي في العراق عبر مقابلة له في صحيفة كويتية، وقد صدق كذبته واعتبرها قنبلة إعلامية لتتوالى عليه مقابلات القنوات الفضائية العراقية الباحثة عن الخبر المثير في ظل غموض الوضع السياسي العراقي. هذا الوضع المربك ممزوجا بحالة الانهيار العام للوضع العراقي سيقود إلى المخطط الأخطر، وهو دخول هذه الميليشيات في مسار انتحاري بترويج نظريات المؤامرة في أكتوبة الانقلاب العسكري في العراق وتمريرها لتكون غطاء للخطوات الجهنمية المقبلة بحسب تعبير الكاتب في موجة عنف ضد مكون معين. ولا يستبعد أن تقوم بتفجير المناقد في بغداد أو كربلاء أو النجف. ألم تقم طهران عبر ميليشياتها بتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء غطاء لإبادة طائفية؟ انتقلت الجماعة المدعومة من إيران التي تحاول طرد القوات الأمريكية من العراق إلى نهج أكثر سرية، مما يزيد من تعقيد رد إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجمات على القوات الأمريكية. جاء ذلك في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها من بغداد إلى أن جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم رابطة الثوار أعلنت مسؤوليتها عن أحدث هجوم قاتل عندما أطلقت صواريخ على قاعدة عراقية في 11 من آذار مارس، ما أسفر عن مقتل أمريكيين وجندي بريطاني. وقال رمزي مارديني الباحث في معهد الولايات المتحدة للسلام وهو مركز أبحاث ممول من الكونغرس إن الاستراتيجية الآن هي إنشاء مجموعات جديدة يمكنها القيام بالعمل القذر. ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران برز العراق باعتباره ساحة المعركة الرئيسية مع أكثر من 24 هجوماً صاروخياً استهدف القوات الأمريكية في الأشهر الستة الماضية. وقد تصاعدت الأعمال العدائية في العراق بين الولايات المتحدة وإيران في يناير، وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن المسار يتجه الآن نحو أمر غير معتاد وهو عدم الإعلان عن الهجوم، إنما العودة إلى منطقة الرمادية والقيام بأشياء يعتقدون أنه يمكن إنكارها بشكل معقول. أضاف التقرير أن أمريكا بدأت نقل القوات من البؤر الاستيطانية الصغيرة والضعيفة إلى قواعد كبرى يمكن حمايتها بسهولة في مواجهة التهديدات المتزايدة. تحت عنوان هجوم الفيروس عمق من قلق الخليج بشأن حرب أسعار النفط السعودية، ناقشت كل من سيلفيا ويستول وفيونا ماكدونالد وضع دول الخليج التي جرت إلى الحرب بسبب قرار السعودية المفاجئ بدا حرب أسعار نفط مع روسيا. تجد هذه الدول نفسها أمام معضلة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا مع تراجع مواردها النفطية. في تقرير لموقع بلومبرغ بشأن أسعار النفط جاء توضيح أكبر فلنتابعه. وجاء في التقرير أن حرب الأسعار السعودية مع زميلتها المصدرة للنفط روسيا حيرت ملكيات الخليج،
وهزت بطريقة غير متوقعة دفاعاتها المالية التي تحتاجها لمواجهة تبعات انتشار الفيروس القاتل. تريد دول العودة إلى المحادثات، إلا أن أبطال الدراما ثبتوا أقدامهم ورفضوا التراجع، وتريد الكويت والإمارات إلى جانب الجارات الصغيرات العودة إلى المحادثات بين القوى في كابال أوبك زائد، إلا أن أبطال الدراما بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ثبتوا أقدامهم ورفضوا التراجع. فمن إغلاق قطاع واسع من الاقتصاد العالمي بسبب الوباء، فإن رفض التنازل دفع لانخفاض جديد في سعر النفط لمستويات أقل من 10 دولارات للبرميل في السوق الحقيقية بشكل يحدد قدرات دول الخليج التي لا تزال تكافح للتعافي من انهيار سعر النفط عام 2014. ووصف 3 مسؤولين على معرفة بالسياسة النفطية بالمنطقة وعدد من العارفين بالصناعة النفطية قرار السعودية بداية هذا الشهر لتخفيض أسعار النفط وزيادة معدلات الإنتاج بأنها خطوة مرتبطة بالسعودية ومقلقة لشركائها الذين شعروا أنهم مجبرون على المضي مع القرار في الوقت الذي كانوا يركزون فيه على المشاكل التي يمثلها فيروس كورونا. أضاف تقرير بلومبرغ: ستظهر تداعيات الحرب وقلة أسعار النفط الخام على البحرين وعلى ثاني منتج للنفط في أوبك وهو العراق، إذ لا تملك حكومتا البحرين والعراق احتياطيات مالية كبيرة. في حالة العراق فهو يحتاج إلى دفع قيمة كبيرة لإعادة أعمال البلد بعد الحرب على تنظيم الدولة، وحتى الدول الغنية والحليفة لأمريكا ستبحث عن مصادر لتجنب هذه العاصفة الاقتصادية التي جاءت في وقت غير صحيح وكان يمكن تجنبها. نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعده كل من مايكل كرولي ولارا جاكس، قال فيه إن دبلوماسية الكارثة التي حاول ترامب استخدامها لم تؤدي حتى هذا الوقت إلا إلى نتائج قليلة. ويذكر التقرير أنه مع تسارع انتشار وباء كورونا حول العالم، فإن دونالد ترامب عرض المساعدة على أعداء أمريكا مثل إيران وكوريا الشمالية، وكان الرد هو الرفض. الإدارة الأمريكية ترى في هذه الأزمة فرصا جديدة، لكنها تحمل معها مخاطر أخرى. فتحاول الصين وروسيا الاستفادة من لحظة ظهر فيها عدوهما في حالة ضعف وتشتت. ويفيد الكاتبان بأن الخبراء يطلقون عليها اسم دبلوماسية الكارثة، أي الطريقة التي تستخدم فيها الدول الكوارث مثل الهزات الأرضية والتسونامي والأمراض لتعزيز أجندتها فيما وراء البحار. ومن الناحية التاريخية فإن هذا شمل الكوارث المحلية، مشيرين إلى أن ترامب وقادة العالم يقومون اليوم بتعديل سياساتهم لمواجهة الكارثة التي تصيب الإنسانية. من الواضح أن فيروس كورونا سيؤثر على كل ملمح من ملامح السياسة الخارجية الأمريكية ولوقت طويل. إن الفيروس زاد من التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ويمكن أن يسرع في خروج القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وأماكن أخرى لحماية الجنود من الوباء. ويشير التقرير إلى أن الصين قامت بالترويج للمعلومات المضللة وإلقاء اللوم على أمريكا في خلق الفيروس، وقدمت نفسها على أنها زعيمة للعالم ضد الوباء الذي تحاول الولايات المتحدة احتوائه، وهي لفتة تؤكد التحرك المتأخر للرئيس ترامب. وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بالإشارة إلى أن البيان الختامي من المجموعة لوزير الخارجية الفرنسي لم يذكر الصين، بل دعا إلى مواجهة أي محاولة لاستغلال الأزمة واستخدامها لأغراض سياسية. عدد من المسلمات التي اعتقد العالم أنها هنا لتبقى قد سقطت أو في طريقها إلى السقوط بسبب ما حدثه جائحة العصر كورونا في عالمنا، وأن عددا من هذه المسلمات أو الظواهر قادمة للجنس البشري لا مفر منها. بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا كتب محمد رميحي في صحيفة الشرق الأوسط:
سقوط فكرة التنبؤ المستقبلي وهي ليست جديدة، لكن العالم كثيرا ما ينسى. نحن اليوم أمام تغير في تنبؤات كان العالم يعتبرها يقينية حتى أشهر قليلة مضت. ازدهار اقتصادي وتواصل أممي والقضاء على الحروب والمجاعات وخطط تنموية انفجارية وغيرها، كلها تبخرت في بضعة أسابيع. سقوط الأيديولوجية مع النقص الشديد في الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمدينة كبرى مثل نيويورك حيث انتشرت الإصابات، لم يتأخر حاكمها أندرو كومو في مطالبة الحكومة الفيدرالية بتأميم مصانع إنتاج تلك المعدات وتقديمها للولايات المحتاجة بثمن إنتاجها، فلم يعد التنافس مطلوباً في الأسعار لأن سقفه ليس له نهاية، وكل ذلك على حساب صحة البشر. كلمة تأميم منذ أسابيع خلت كان مفهومها محرماً في قلعة الرأسمالية العالمية، وتسارع الصين الاشتراكية على أخف تعبير لمساعدة وإنقاذ الدولة الأولى التي وضعت لبنات الاتحاد الأوروبي إيطاليا، بل وتقبل دول أوروبية مساعدة كوبا الاشتراكية مرة أخرى لأن الأخيرة حضرت طواقم طبية متعددة الاختصاصات ولفترة طويلة بهدف الاعتماد على النفس. خلل فادح إذن في الثقافة الشعبية. اعتمد الإنسان حتى في ذلك الوقت على احترام الثقافة الشعبية، إلا أن الجائحة كشفت عن خلل هيكلي في هذه الثقافة، من الاعتماد على حصانة القطيع التي تبناها رئيس الوزراء البريطاني في بدء الأمر، فكانت مدمرة، إلى التهوين من الجائحة في أمريكا من أعلى السلطات وتفضيل الاهتمام بالاقتصاد قبل صحة الناس. كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية على أن أجنحة بعض أنواع من الفراشات قادرة على امتصاص الضوء بنسبة عالية جدا، مما يسمح بانعكاس نسبة ضئيلة جدا من الضوء من خلالها. نسبة الامتصاص الكبيرة هذه للضوء تضع تلك الفراشات في مصاف أحد أبرز المواد المصنعة نانويا والتي تسمى بفانتا بلاك، المعروفة في الوسط العلمي من حيث فعالية امتصاصها للضوء وقتامة لونها الأسود وقدرتها على امتصاص الضوء بنسبة كبيرة. يمكن أن تساعد هذه الدراسة في تصميم أفضل للألواح الشمسية وفي أيضا أجهزة الرصد الفضائي، ويمكن الاستفادة منها في التمويه عن الطائرات حتى لا يمكن كشفها ليلا أو عبر الرادار. نبقى الآن مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. انتهت بهذا جولتنا الصحفية في صدى الأقلام للرافدين، في أمان الله.